من ساحة رياض الصلح نحو وزارة الاقتصاد باتجاه المصرف المركزي، سار المودعون اللبنانيون في تظاهرة يعودون بها إلى الشارع مجدداً في حراك ميداني غاب بسبب الأقفال العام. تظاهرة جابت شوارع العاصمة بيروت، أسمعت قاطنيها وساكني مقراتها الرسمية بأن الودائع يجب أن تعود إلى أصحابها الذين لن يسمحوا بسرقتها مهما طال الزمن. سرقة العصر، انفجار المرفأ، 200 شهيد، ما حدا رفله جفن، ما حدا قال أنا بتحمل المسؤولية وبفل عبيتي. ما فليته؟ نحن بنعرف كيف بدنا نفللكم، بالطريق، بالانتخابات، بكل الوسائل المشرعة والغير مشرعة، ولتفهم كيف ما بدها تفهم، بطلت فرقانة معنا. ميدانياً لابد من التحرك، لكن الضغط في الشارع ليس كافياً لاستعادة الأموال والودائع المحتجزة لغاية اليوم في المصارف. فالجمعية ورابطة المودعين كذلك توقنان أن التحرك قانونياً سيكون فاعلاً بموازاة التحرك في الشارع. دعاوى قانونية يجري التحضير لها لرفعها في دول كبريطانيا وسويسرا ضد المصارف بعدما فقد المودعون ثقتهم بالقضاء على حد قولهم. مقدمين فوق 200 دعوة، مقدمين فوق إخبارين، لحد هلأ القضاء اللبناني ما كان قد المسؤولية، ما عم بيطبق القانون مثل ما هو، منحاز بمطرح من المطارح للمصارف وللسلطة السياسية. فنحن قدام تقاعس القضاء اللبناني حنروح على القضاء الدولي اللي هو بعدة دول. منذ مارس عام 2020 أوقفت المصارف أعطاء المودعين ودائعهم بالدولار الأمريكي، وفقدت الليرة أكثر من 80% من قيمتها، فيما لا تزال الحلول غائبة عن بال السلطة والمصارف والمصرف المركزي الذين يستمرون بتقاذف الاتهامات. ليلى خليل، الغد، بيروت.